عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نادفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حسبها المحن واذهب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هدي تاما افتتا واذهب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هدي تاما افتتا وان ترضى بالمصوم اشتع منعما وان لم تكن ترضى بي عشت في هذا وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حسبها المحن واذهب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هدي تاما افتتا
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
فصلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخويا في زارو الفصلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخويا الفصل الله على زين الوجود
பருள்.